ياه، دروس كتيرة اتعلمناها في حياتنا واحنا صغيرين، للأسف نسوهالنا لما كبرنا لأهداف ما. خلونا ننسى دروس الطفولة والكلام اللي كنا بنسمعه من أبهاتنا وأمهاتنا ومدرسينا. أمي ربنا يديها الصحة قالت لي كلمة مهمة قوي، كلكم سمعتوها، ما عيب إلا العيب. بس لما كبرت فهموني إن في حاجات كتيرة قوي عيب. ساعتي اللي مش أصلية وغالية بقت عيب، القميص أو التيشيرت اللي أنا لابسه مادام مفيش هنا لوجو تومي وبولو فعيب، عربيتي لما حد بيسألني عربيتك إيه يا أستاذ فاتكسف أقول له إن عربيتي على قدي، ما هو أصله عيب. الكوتشي والبنطلون بقى عيب، بيتي الصغير بقى عيب، حاجات كتيرة جدا بقت عيب، مع إن ما عيب إلا العيب. وإحنا عايشين في الدنيا في ظل ثقافة نمبر وان اللي الأغاني بتقولها لي، وثقافة خليك في القمة اللي التنمية البشرية بتقولها لي، ومعايير النيوليبرالية، بقيت بحس إن كل حاجة بعملها عيب. فبقيت بمثل، بحط صورة ليا وأنا حاطط كوباية ستاربكس عشان أقول للناس إن أنا راجل في الكوميونيتي ده، وأحط صورة ليا وأنا فاتح سقف عربية حتى لو مش بتاعتي، وأتصور في مكان حلو وشيك عشان أوهم الآخر بإن أنا طول الوقت في حالة من السعادة. بقيت بمثل، ما بقيتش أنا، بقيت طول الوقت بحاول أوهم الناس إن أنا سعيد وكويس وغني وشاطر وناجح. سؤال المجتمع بيوجهه ليا هو انت مين؟ فبضطر ان انا اجاوب على السؤال ده عشان ارضيهم، بان انا بعبر عن رصيدي البنكي، وعبر عن عدد الفولو وعدد اللايك وعدد الاعجابات اللي بتجيلي، عشان اقول لهم انا انسان ناجح او انسان مشهور او انسان كلمتي ليها معنى. حاجات كتير بقت عيب، بس العيب المهم هو ان انا اجاوب للناس دي كلها على اسئلتها وانسى جواب على سؤال مهم قوي، هو انا مين؟ طول ما انا بمثل، طول ما انا بتخلع عن شخصيتي الحقيقية، طول ما انا بمثل، طول ما انا بظهر كأني انسان تاني، مش انا ده، مش انا اللي حضراتكم بتشوفوه، مش انا اللي بيضحك، مش انا اللي مبسوط، مش انا اللي بلبس براندات، انا حاجة تانية خالص، حاجة اختفت. علشان اجاوبكم على سؤال انا مين، علشان اثبت لكم طول الوقت ان انا نمبر وان، رقم واحد. للاسف الشديد في ظل ثقافه التسويق وفي ظل غرور وخداع السوشيال ميديا وفي ظل عالم شرس متوحش وفي ظل ما انا ماشي بلاقي او الدور موجود عمال يقول لي هو انت لسه ما اشتريتش الفيلا اللي في الكومباوند ده، ولا العربيه اللي فيها 15 ايرباج، ولا لابس الساعة، ولا لابس التيشيرت، ولا لابس القميص، ولا لابس البنطلون، ولا لابس الحاجات المهمة دي. للأسف الشديد بقيت بتخلع عن نفسي، مع إن ما عيب إلا العيب. أنا مدين باعتذار كبير قوي لأمي، لأن نسيت في زحمة الحياة قدروا يخدعوني وقدروا ياخدوني عن نفسي، وقدروا إن هم يحطوني في مكنة التسليع علشان أبقى جزء من التارجت بتاعهم، مجرد مستهلك اشتري كل الحاجات اللي هم قالوا لي ان انا لو ما اشتريتهاش يبقى عيب. انا اسف، انا اسف فعلا، ما عيب الا العيب.